مثل ما ودعتي تلاقي يا شهيرة. تسلم. موبايل نهال خانم ولميس خانم مسكرين، أكيد بيكونوا بجنازة. انشغل بالي، يا ترى شو عم يعملوا؟ ليش ما سافرتي معهم كمان؟ بكل الأحوال كل واحد راح بجهة. إيه عم يفترقوا. عندك شي تاني؟ لا دخيلك. شو سهيلة؟ وين صار سهرنا؟ اتصل قال جاي على الطريق. بس هيك رح تروح علينا الطيارة. ليكو على شو مهمومة؟ إذا راحت عليكم الطيارة بتركبوا بشي زورق وبتروحوا. حسبنا الله. عم بمزح شو فيها؟ روحي تمكيجي شوي، هيك بدك تسافري؟ شكلي مو حلو؟ لا لا، بس إذا بدك خليني أحط لك شوية مكياج. يلا. سليمان، روح اسأله لمهند بيك، حاطط شي براسه مشان راس السنة؟ مشان نتصرف على هالأساس. إيه بسأله. انت شو رح تساوي بليلة راس السنة؟ ما بعرف، شو ما بيطلب سليمان افندي رح ساوي. بلكي انت كمان بتاخد اجازة وبنعمل شي شغلة سوا، مو فكرة حلوة؟ وطي صوتك منحكي. انا هون امتى ما بدك منحكي. انا طالعة. اوه شو هاد؟ دغيلك على شو بدك تطلعي؟ ما في شي. عاملي مكياج؟ لوين رايحين؟ ولا على مكان. يلا السفرة جاهزة يا شهيرة خانم. انتي لسه ما طلعتي؟ اوه اليوم بدكم تعشوا سوا؟ صحتين وهنا. كاتيا خانم، عم بتضوعي من إجازتك، لا تضوعي وقتك وطلعي بسرعة. بتمنى تنبسطوا بسهرتكم. شكراً إليك. مع السلامة. مع السلامة. حشرية. تفضل يا خانم، الليلة نحن بخدمة حضرتك وبس. مرينا يا مدام. كلك ذوق. وانتي طالعة حلوة كتير، انتي مثل المي اللي بنشربها. هذا لطف منا. اهلا وسهلا. وينك لهلا؟ انشغلت. لمين السيارة؟ لإلي. عندك سيارة؟ ما عندي خبر. أنت لسه ما بتعرفي شي عني. هي رح أعرف شوي شوي، على شو مستعجلين؟